الحقيقة كلام كتير بيروجوا بعض مقدمي البرامج اللي معروفين عنهم يعني ان هم بعيدين عن المهنية والمصداقية، بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع بعض اللاعبين في أندية أخرى للتعاقد معاهم. أنا بس عايز أقول حاجة في هذه النقطة وحاجة تبقى واضحة وصريحة. الأهلي لا يتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد. الأهلي لا يتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد، لو أنا عايز لاعب مرتبط بعقد من خلال القنوات الشرعية والرسمية بيكون التفاوض. يعني لو إسلام الشاطر بيلعب في نادي إكس وأنا عايز إسلام الشاطر، وإسلام الشاطر فاضل له 3 سنين في عقده، لازم أروح لنادي إكس وأقعد معاه وأتفاوض معاه عشان آخد إسلام، ببقى عارف إسلام عايزني ولا لأ. ببقى عارف إسلام عايز النادي الأهلي ولا لأ. ولكن الأساس في الموضوع النادي. فالتفاوض مع النادي بيكون بشكل مباشر. والأهلي زي ما حضراتكم عارفين علاقته طيبة بجميع الأندية. الأهلي مش بتاع لف ودوران. الأهلي ما بيقعدش يلف ويدور عشان يروح للعيب من هنا ويجيبه هنا وكباري ومش كباري، ده أنا نفسي اتقال عليا إن أنا رحت، ما بلاش إسلام. أي إمام عاشور، تخيل حضرتك إن في ناس متخيلة إن إمام عاشور مشي لنادي الزمالك، من نادي الزمالك راح لنادي ميتلاند الدنماركي علشان يجي للنادي الأهلي. حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها وبيسمعها. تاني حاجة، إن حتى لو النادي الأهلي، حتى لو اللاعب أنا آسف مرتبط مع نادي بعقد مثلا، يعني هذا العقد ينتهي بنهاية هذا الموسم خلاص، الأهلي لا يتفاوض إلا في الفترة القانونية المسموح فيها بالتفاوض مع اللاعب. فلكل مقدمي البرامج الغير مهنيين، الغير مهنيين، ما تستعجلوش وما تستبقوش الأحداث بكلام من وحي الخيال. مرة ثالثة ورابعة وعشرة ومليون محاولة استخدام اسم النادي الأهلي عشان تزود مشاهدات برنامجك بأخبار غير صحيحة وغير صادقة، دي بعيدة جدا عن المهنية. مرة خناقة، ومرة فلان بيتخانق مع فلان، ومرة كذا، ومرة بيفاوضوا فلان. أي لاعب متاح للتدعيم صفوف النادي الأهلي وإن الأهلي محتاجه، فالطبيعي إن هو يتفاوض مع ناديه أو يتفاوض معاه في الأوقات القانونية للتفاوض. إيه اللي يمنع؟ مفيش حاجة تمنعني بالمناسبة، مهما كان اللاعب ده ومهما كان اسمه، أتفاوض معاه إذا كان في الأوقات القانونية أو مع ناديه إذا كنت أرغب، أو مانويل اسمه مارسيل كولر يريده. الحمد لله إحنا مش ممنوعين من القيد مثلا، أو علينا فلوس وبالتالي يعني هنتوقف عن إن إحنا، لا، هنفاوض اللي المدرب عايزه سواء نادي أو هو في الأوقات القانونية. مارسيل كولر هيكون عايز يتعاقد مع لاعبين في فترات الانتقالات القادمة، طبيعي الأندية الكبيرة كده، مفيش مشكلة، النادي الأهلي هيتفاوض له مع اللعيبة اللي هو عايزها. لأن أنا قلت في البداية إيه؟ قلت في البداية عندي أحسن جمهور بيساند وبيدعم، عندي إدارة هي الأفضل بتلبي كل طلبات أي مدير فني في أي لعبة، علشان كده دايما النادي الأهلي ناجح، دايما النادي الأهلي بياخد بطولات.